السلام عليكم اختي اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى نتوما كتشوفوا هذا الفيديو نتوما بصحه جيده ان شاء الله ليكم ولوليداتكم معز عليكم. اليوم الاخوات غنشارك معكم العسل، اللهم ارجع لي من كل عسل. عندي هنايا القلب ديال السكر، عندي هنايا نفع، هنا حبه حلاوه والقرفه، هنا جوج حامضات. الا عندكم حامضه كبيره ديروها، الا ما عندكمش حامضه كبيره تكون حامضه صغيره ديروا منهم جوج. عندي هنايا الليمونه كتشوفوا. كنتمنى تجربوا الطريقه ديال العسل، راه كتجي زوينه وكتعطي واحد النكهه ديال النافع وحبه حلاوه، كيجيو زوينين الاخوات. هنا الاخوات انا كنعبر الماء، يطرو ديال الماء كنعبرو بالقرعة ديال الدجاج، كنكبو عليها بحال هكدايا وكنخليه بحال هكا، كنديرو في الليل وكنخليه حتى الصباح، عاد كنرد العسل ديالنا طيب. الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة، الرزق والتيسير. هانتوما معايا كامل المرحلات اللي غادي ندير، غادي نشاركهم معاكم ان شاء الله. لك الاخوات ملي كتلقاو كيدوب تبقاو ديروا ليه بحال هكدايا بشي معلقه بحال هكايا باش يدوب، باش تقدر تسدو عليها الكوكوت، باش ما نخليوش ليه بحال هكا ليله كامله هو معري بحال هكدايا. مره مره كنبقاو بحال هكايا كنديرو ليه بحال هكايا حتى يدوب كامل باش نسدو عليه الكوكوت، باش ما نخليوش الكوكوت بحال هكايا كما قلت لكم معريه. هانتوما بحال هكايا كما قلت لكم كنبقى عليه بحال هكا حتى كيدوب، كينقص من الطوله ديالو كما تيقولوا، عاد باش نسد عليه الكوكوت ونخليه حتى الصباح ان شاء الله. كنشوفوا الاخوات هيا مازال ما دوب السكر، انتوما كما كتشوفوا مازال غنحركو بحال هكا وغادي نخليه، مازال غنخليه واحد الشويه حتى يطلق مزيان، عاد غنردو على العافيه ان شاء الله ولا على البيضه. كنبقاو مره مره كنحركوه بحال هكدايا. ثم دابا البنات من بعد ما دار لينا السكر بحال هكدايا، وهنا غادي نجي ندير حبه حلاوه والنافع، وهنا الليمون الحامض والقرفه، غنديرهم في واحد الكميميسه، غنديرهم هنايا باش ما يتشتوش لينا في العسل ديالنا. ثم دابا كما كتشوفوا غادي نشد هنايا هاد الثوب هذا، غندير فيه النافع، وغندير فيه حبة حلاوة حتى القرفة باش ما تكونش تشتت لينا في العسل بحال هكدايا. غنشد بحال هكا وغادي نعقدها ولا نحزمها بشي حاجة، شوفي اللي كانت غتعقد نعقدها، وغادي ندير ليها شي خيط وغنعقدها بحال هكايا ونديرها في وسط العسل. وبالنسبه لليمون غندير له بحال هكذا، وهنايا من بعد ما عقدت الكميسات ديالنا فيها النافع والقرفه وحبه حلاوه، غنديرها هنا في وسط العسل. وبالنسبه لليمون والحامض غنكبهم بحال هكا، غادي نخلط بحال هكا وغادي نطلق البوطه، غنطلق عليها من غادي تبدا الصفاره تبقى تصفر، غادي نقص البوطه وغادي نحسب ليها ساعه، نحسب ليها ساعه وغنطفي عليها ان شاء الله. ما تغفلوش عليها ديروها قبل اكثر من ساعه، راه غادي تحرق لكم العسل ديالكم، غادي تولي ما عطيهش اللون زوين.
غادي نسد عليها الكوكوت. ثم الاخوات، ثم كما كتشوفوا العسل ديالنا وجد، كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، راه كتجي زوينه وكتعطي واحد الريحه ديال دوك الاعشاب اللي درت معاها. انا كيعجبني بحال هذا اللون. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تزيدوا اللون يكون غامق لهذا اللون، كتخليوها تسبخ اكثر من ساعه. ثم الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه. هما الاخوات، دابا كما كتشوفوا العسل، ودابا راه برد شي شويه ومازال ما حيدت له هاد ديال الليمون. ثم كما كتشوفوا كيجي خاطر، واخا هو مازال ما برد مزيان، راه مازال سخون شي شويه، غير دافي. كيجي واحد العسل كيجي كيضرب واحد الريحه زوينه، دوك الاعشاب ديال النافع وحبه حلاوه. غندير لكم هنايا تشوفوا، هاد العسل كنديرو مع الملوي ولا مع خامر، كيجي زوين البنات، فيه هاد الريحه ديال النافع وحبه حلاوه، كيكون زوين. المعسلات كاملين كندوزوها مع المعسلات بحال الملوي، خامر، حرشه، نتوما ماشي كنديروها غير الشباكيه وصافي. اخوات كما كتشوفوا العسل ديالنا وجد، انا راه درت هنايا مع خمر البرد ديال اتاي. كنتمنى دخل علينا رمضان بالصحه والسلامه ورزق وتيسير. هنايا وصل الفيديو ديالنا لعقبه الفيديو الجديد ان شاء الله.